اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات رعايه الاطفال. معانا النهارده حلقه جديده من عائله الطيور. معانا هنا ماما كلاوديا، بابا مارتن، واما وجوليان. اهلا بكم في عائله الطيور. يعني يما فعلا ايدي الاتنين المكسورين دول مجننني. انا زهقان جدا وعايز اخش الحمام ومش عارف، وماما مش معبراني، واما وهنا لا، وكمان دلوقتي حاسس ان انا عايزه اخرج جامد قوي في الجاكيت اللي انا لابسه، مش عارف اعمل ايه في نفسي. اعيط؟ طيب اما ازيك؟ والنبي والنبي يا حبيبتي، ممكن بس تيجي تهرشيلي لحسن؟ انا ظهري هياكلني خلاص، مش قادر. ايوه يا اما تعالي بس هرشيني في ظهري. اوكي، هنا هنا يا حبيبي، هرش لك هنا. ايه يا اما انتي مدخله ايدك في وداني وجايه تقولي لي ان انتي بتهرشيلي؟ يا بنتي ركزي في ظهري بقولك. الموضوع مش نافع، انتي بيبي صغنونه مش فاهمه انا بقولك ايه. طب خلاص خلاص، روحي شوفي هنا فين وقولي لها تيجي، عشان انا فعلا ظهري كله بيهرشني. اوكي انا جيت. ايه مالك يا جوليان؟ ايه اللي بيوجعك؟ يا بنتي ظهري كله بياكلني ومش قادر وعايز اخش الحمام. طيب خلاص تعالى انا ادخلك الحمام. ماما كده كده خرجت. ايه؟ لا طبعا مينفعش انتي تدخليني الحمام، عيب جدا، انا ولد، ازاي تخش معايا الحمام؟ انا هتكسف منك جدا. طب خلاص ماشي براحتك، يلا بقى باي باي، واستنى ماما لحد ما ترجع، خليك بقى مزنوق وغرق نفسك، يلا باي باي. طب خلاص خلاص هنا استني. طيب طب نتكلم، طب نتفهم، طب هتسيبيني كده وانا عايزه اخش الحمام ولا ايه؟ مش قادر بقولك، مش قادر. طيب تحب ان انا دلوقتي اعمل لك ايه؟ انت عايز تخش الحمام، ادخلك الحمام، ولا نعمل ايه مع بعض؟ طيب عشان انا مش فاهمه. بس انا ممكن تهرشيلي احسن، انا جسمي بيوجعني كله. سابتني سابتني خالص، مش مشكلة، أنا هروح أشوف في الحيطة وهرش لنفسي أحسن، أنا فعلا مش قادر وجسمي كله بيهرشني. أيوة كده حلو قوي. أيوة بقى كده جامد جدا. انت بتعمل ايه يا جوليان؟ أنا أيوة يا أما، لا عادي، أنا كنت بهرش بس نفسي أحسن، أنا فعلا جسمي كله بياكلني. حد يهرش نفسه في الحيطة؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ طيب عامة احنا ممكن نساعدك لو عايز تخش الحمام. ايه ده يا جوليان؟ ايه اللي حصل في وشك؟ انت بقى عندك حبوب حمرا؟ يا نهاري، ده وشك كله حبب حبوب حمرا. ايه ما تخوفنيش بقى عليا، انا ناقص. انا هخش بسرعه الحمام اشوف انا ايه اللي حصل لي، احسن ده كده مش طبيعي، انا مش قادر جسمي كله فعلا عمال بيهرشني. ودوني الحمام، ودوني الحمام. يا نهاري، بص يا اما، وشه كله حبوب ازاي؟ مش عارفه ده ماما هتيجي تقول عليه ايه، ده هتخض عليك جدا. بص شكلك في مراية الحمام عامل ازاي؟ مين انا؟ انا بقيت كل يا حبوب، ايه اللي حصل لي؟ لازم ماما تيجي ونشوف مشكلة للموضوع ده، قصدي حل للموضوع ده. هي ماما فين؟ احسن انا جسمي كله بياكلني، مش قادر مش قادر. يا نهاري، انت جسمك بقى كله حبوب؟ طب انا هروح بسرعه انزل اشوف، اكلم ماما في الموبايل واقول لها تيجي تشوف، لحسن انت جسمك بقى كله حبوب، مش عارف ان احنا نتصرف ونتعامل معاك ازاي. يا نهاري، ما تقلقش، ماما زمانها جايه على طول، هي لسه قايله لي كده في الموبايل دلوقتي. انا بجد مش قادر، ايديا الاتنين مكسورين وكمان وشي كله حبوب. انا جيت يا اولاد؟ ايه ده ملك يا جوليان، ايه اللي حصل لوشك؟ وشك كله حبوب؟ يا نهاري انت شكلك عندك الجديري. ابعدوا بقى عنه يا اولاد دلوقتي، هنا واما مش طلعوا بره، علشان دلوقتي جوليان بقى معدي جامد جدا، لازم بقى تخلي بالكوا، التشيكن بوكس ده بيبقى مؤذي جدا جدا جدا، القشره بتاعته تبقى صعبه قوي. اوكي ابعدوا بقى عنه علشان ده بيبقى معدي. وبسرعه غير هدومك وحميك بقى تخش الحمام. يا عيني تصعبت عليا قوي حبيبي، سلامتك الف سلامه. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو فظيع عجبكم، بليز وريني في الكومنتات ايه رايكم فيه، بليز ما تنسوش انتوا تعملوا اي لايك سبسكرايب، شاركلكم كل جديد من فيديوهات رعايه الاطفال. توحشيني يا صحابي، باي باي.